شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 36 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك مساء اليوم بقصر الدرعية بمدينة الرياض. الأعزاء، مع ما تنعم به دولنا والحمد لله من أمن واستقرار وازدهار، إن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد تستدعي منا التكاتف والعمل معا لاستمرار في تحسين دولنا من أخطار خارجية، ومد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تعرض منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي المقدمة ذلك القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس. بالنسبة لليمن، إن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومة الشرعية، ونحن في دول مجلس ندعم الحل السلمي يتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. وفي الشأن السوري، تستضيف المملكة المعارضة السورية دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف واحد. إن على الدول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على أيا كان مصدره، وقد بذلت المملكة الكثير من في سبيل ذلك. سنستمر في جهودنا بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له، ودين الحنيف يرفضه ويمقته، هو دين وسطية واعتدال. أيها الإخوان الأعزاء، يأتي لقاءنا اليوم بعد مر 35 عاما من عمر مجلس التعاون، ووقت مناسب لتقديم إنجازات وتطلع إلى المستقبل وما حققه المجلس في المواطنين، فإن مواطنين يتطلعون إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية وترقى مستوى طموحاتهم. وتأكيد لذلك أننا على ثقة أننا سنبذل جميعا بحول الله وصار الجاهز للعمل تحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا ورفعة مكانة المجلس الدولية وإيجاد بنية اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار في الدول الجوار واستكمال ما بذلناه من أبناء بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة بما يحمي مصالحنا دولنا وشعوبنا ومكتسباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الجلالة والسمو، نجتمع اليوم في ظل الظروف الدقيقة والمتغيرات المتسارعة والتحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤوليات علينا، وإنني على ثقة بأن مجلسنا قادر بعون الله على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في بلادنا. ولعلكم تتفقون معي بأن ما حققته مسيرة مجلسنا من إنجازات على الرغم من أهميتها
إلى أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقق. لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات، إذ لا ينقصنا الإمكانات ولا القدرات. أصحاب الجلالة والسمو، أصبح الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وقد تصاعدت وتيرته مؤخراً تحت ذرائع وشعارات زائفة. فالعمليات الإجرامية التي استهدفت بلداناً عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدقاً بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها بسبب اللون أو العرق أو الدين أو المذهب. وفي هذا الصدد، فإن المجتمع الدولي مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أسبابه حقيقية بكل ما أوتي من وسائل وإمكانيات. يطيب لي في هذا المقام أن أؤكد بأن قرارات مجلسكم الموقر بشأن المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة وتعميق التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذاً لتوجيهاتكم السامية. تنعقد هذه الدورة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات بالغة الأهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد والحثيث حفاظاً على مكتسبات وإنجازات هذه المنظومة الشامخة، وتطلعاً إلى المزيد من التكامل والتضامن والتلاحم لتحقيق آمالي وتطلعات مواطني دول المجلس الذين يرون في هذا الكيان الراسخ عزهم وفخرهم ومستقبلهم المشرق بإذن الله.